جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع احمد عبد الله بكور يقول: والدتي تتدخل كثيرا في امور زوجتي، فهل لي الا اطيعها اذا تدخلت بيني وبين زوجتي؟ جزاكم الله خيرا. إذا تدخلت في أمور زوجتك الخاصة فليس لها ذلك، ولا تعمل بقولها، لأنه ليس لها مصلحة من وراء ذلك، ولأن هذا يضر بالزوجة أيضا. أما إذا كانت تلاحظ ملاحظات صحيحة على الزوجة وتريد منها أن تتجنبها، فإن هذا أمر من مصلحة الجميع، فعليك أن تنبه الزوجة لما لاحظته عليها والدتك لأجل أن تتجنبه، لأن هذا في مصلحة الجميع. فالحاصل أنه إن كان يترتب على ذلك مصلحة للزوجة أو مصلحة لك، فإن هذا يتعين الأخذ به. أما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة وهو من شؤون الزوجة الخاصة بها، فإنه لا دخل لأحد في شؤونها الخاصة. نعم.